السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وأموركم تكون في أحسن أحوالها. في هذا الفيديو غناخذوا بعض المعلومات اللي هما زوينين بزاف، غنتعرفوا على لي غيزامان سيغيغ بالنسبة للناس اللي أول مرة يسمعوا هذا التيرم. وهذا لوكيك خممت فيه البلاكار ديالي، في ما عندي شوية من الحالة دخلتها في هذا لوكيك، ولكن صدقوني كيجي أكثر من رائع. اللي غنقول لكم خليكم معايا طيلة الفيديو، فيديو كيستحق تجربه، كيستحق المشاهده، واهم حاجه كيستحق الدعم ديالكم باش نقدروا نزيدوا بهذه القناه لقدام. فقبل ما ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير، ما ننساش نفكركم الا كنتوا جداد ولا اول مره كتشاهدوا القناه ديالنا، ما تنساوش تشتركوا في القناه. اهم حاجه تهبطوا لتحت قبل ما تغادروا هذا الفيديو، ضغطوا على زر الاعجاب وتخليو لنا اكبر عدد ممكن من التعليق باش الفيديوهات ديالنا كدوز لناس وحدين اخرين وكيستافدوا منها. فيديو زوين بزاف، خليكم معايا. فنبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم مكونات جد بسيطه. اول حاجه بغيت نهضر لكم عليها هي هاد لي غيزامان سيغيغ. الناس اللي متبعيني من شحال هادي راهم عارفينهم شنو هما، ولكن بزاف الناس عاد دخلوا جداد فما فيها باس نشرح شويه. بالنسبه لهاد الزبيب اللي تيكون مرطب في السيرو بهذه الطريقه، كيستعملوه بزاف لي شاف الكبار في لي باتيسخي الكبار، لا لاحظتوا اغلبيه غتلاحظوها في لي شناك ديالهم اولا في البان غيزان ديالهم. ما كيكونش داك الزبيب في البان غيزان محروق اولا ناشف، كيجي بالعكس رطب وما تيتحرقش في لوفوغ. فطريقه التحضير ديالهم جد بسيطه، استعملوهم في المافن، استعملوهم في الكيك، استعملوهم في البان غيزان اللي يحب الخاطر. كتاخذوا كميه ديال الزبيب، انا هنا غنعطيكم كميه ديال 100 غرام، ياك غنديروا 200 غرام ديال الماء، 100 غرام ديال السكر، كلشي على العافيه حتى طلعوا الغليه مزيان مزيان. كنخوي الزبيب ديالي في داك الماء والسكر، كنغطي عليه، كنخليهم تقريبا مرطبين واحد الساعه د المكانه. هذاك الماء اللي كيبقى هذاك راه سيغوت، تسقيو به الكيك ديالكم، تمسحوا به الوجه ديال البان غيزان ديالكم، يعني هذاك السيغو ما تفرطوش فيه، تقدروا تعاودوا الاستعمال ديالو مره اخرى. كتكونوا حصلتوا على لي غيزان ما سيغي اللي ما كيتحرقوش في الفران وكيبقاو رطبين واخا تكون درجه حراره عاليه في الفران. ياك ندوزو دابا تحضير الكيك ديالنا. خديت 6 ديال البيضات، بما ان الكيك ان شاء الله غنحضروه بحجم عائلي، فانا خديت هنا 6 ديال البيضات، 250 غرام ديال السكر، تقدروا نقصوا داك 50 غرام ديال السكر بالنسبه للناس اللي كيبغيو الكيك يكون ناقص حلاوه، فاني، رشيشه ديال الملحه، وكنخلط كلشي مزيان مزيان. معلقه كبيره ديال العسل كتعادل السكر انفيرتي. بالنسبه للناس اللي متبعيني من شحال هادي عارفين الكيكات ديالي كاملين كنزيد فيهم معلقه كبيره ديال العسل. ياك هنا غادي ندوزو نضيفو 170 غرام ديال الزيت، عاود تحركت كلشي مزيان مزيان باش ما يبقاش داك الزيت مفرق على باقي المكونات زعما السكر والبيض. وهنا غادي نضيف 170 غرام ديال الحليب. من كنضيفو الحليب صافي راه كلشي كيولي ليكيد، ما حتى شي اننا نكثرو التحريك. هنا معلقه كبيره ديال الكوك، وكنزيد كذلك معلقه كبيره د بودغ داموند او ما يعادل 30 غرام. المهم انا هنا خملت شنو عندي لاكار، جبت داكشي اللي باقي عندي استعملته. عندنا 450 غرام ديال الدقيق، انا هنا الكيكه هزت لي 400 غرام ديال الدقيق، يعني 50 غرام ما دخلتهاش بصفه نهائيه. طبعا الدقيق اللي كيكون مغربل كنضيفوا على جوج حتى ثلاثه ديال الدفعات البنات باش الكيك ديالكم كيجيكم مهوي وكيجيكم فيه داك الثقوب من الداخل. وغادي نضيف كذلك ثلاثه الصاشيات ديال الخميره الكيميائيه اللي كل وحده فيها 8 غرام. المكونات غنخليهم لكم مضبوطين في صندوق الوصف حتى ترجعوا وشوفوهم. صافي هنا ضفت لا ليفور ديالي اولا الخميره الكيميائيه، غادي نحرك بطريقه اللي تكون مزيانه حتى كلشي كينسجم مع بعضياته، كنحصل على واحد الخليط اللي تيكون منسجم كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره. هنا غادي نزيد جوج معالق من هذاك السيغو اللي طيبت فيه لي غيزان ما سيغي ديالي، يعني حتى حاجه ما كتضيع. غنزيدو هنا جوج معلقات، غادي ناخذ شويه من هاد الكميه ديال الخليط الاول، غادي نزيد عليها لا بودغ كاكاو، وحتى هو غادي نزيد فيه، غنزيد نخفو نطلقو بالسيغو ديال لي غيزان ما سيغي، نقدروا نمشيو من معلقه حتى لجوج. المهم نحصلو على واحد الخليط اللي تيكون نوعا ما ماشي ثقيل ماشي خفيف بزاف. هنا درت جوج صاشيات ديال بودغ كاكاو او ما يعادل 14 غرام، زدنا عليه شويه من الخليط ديال الكيك غير واحد شويه، كنخلطو مزيان. ضروري هنايا غنحسو به ثقيل بزاف، فغنزيد نخفو بالسيرو ديال العنب ديالنا اولا بلي غيزان ما سيغي. دابا نتوما تبارك الله عليكم راكم شديتو الفكره. هنا الفران ديالي كنكون لونسيتو يسخن على درجه حراره 160 من الفوق ومن التحت. انا هنا ما استعملتش نهائيا المروحه، الفران ديالي كيكون سخون من قبل، وكنبقى محافظه على نفس درجه الحراره اللي هي 160. كندخلو لمده ما بين 45 حتى 50 دقيقه، لان الكيك ديالنا تبارك الله بحجم عائلي غياخذ وقيته في الطياب. خديت المول ديال الكيك ديالي اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بالكوك، ما رشيتوش هنا بالدقيق، رشيتو بالكوك. غندير واحد الطبقه ديال الخليط اللي تيكون ابيض، واحد الطبقه ديال الخليط اللي فيه الشوكولاته، وغنبقى غادا تنكمل الكميه اللي عندي ديال العجين. هنا غادي نزينو الوجه ديال الكيك ديالنا بهذوك لي غيزان ماسيغي، كيجيو زوينين صدقوني، ما كيهبطوش لتحت الكيك نهائيا، كيبقاو في الوجه باينين، ما كيتحرقوش واخا تكون درجه الحراره كيف ما قلنا جد عاليه، كيبقاو هكاك منفوخين تبارك الله ورطيبين. جربوهم في كاع لي غوسيط ديالكم وردوا عليا الخبار شي حاجه زوينه
وكنتمنى انكم تستافدوا منها. صافي هنا بعد ما كملت الخليط ديالي غادي ندير الزبيب من الفوق وغادي نزيد واحد الرشيشه ديال الكوك كيجي هكاك محمر من الفوق كيعطي واحد المنظر زوين بزاف. وغادي ندخل الكيك ديالي يطيب كيف ما قلت لكم على درجه حراره 160 من الفوق ومن التحت لمده تراوح ما بين 45 و 50 دقيقه. وكنخرجوا الكيك ديالنا كنخليوه حتى كيبرد عاد كنحيدوه من المول ديالو وكنقدموه بالصحه والعافيه. كيجي اكثر من رائع، ما فيهش شي مكونات اللي هي كثيره وبسيط في التحضير. كيف ما قلت لكم اي حاجه عندكم زايده في الدار استعملوها دخلوها في هذا الكيك تيجي زوين بزاف. من بعد ما دازت 50 دقيقه انا هنا ديال الطياب كنتيستي لا كويسون، طبعا كنشوف الكيك ديالي واش طايب من الداخل. صافي كنلقاه طايب كنخليه يبرد كنزولو من المول وكنقدمو بالصحه والعافيه. كان هذا هو الشكل النهائي ديالو، كنتمنى تجربوه، كنتمنى اللي عجبكم وجربتوه تبارطاجيو معايا التطبيقات ديالكم في الكونت ديالنا انستغرام او لهنا في قناتنا يوتيوب. ما تبخلوش على الفيديو بالضغط على زر الاعجاب ضروري باش الفيديو كتعطيو له واحد القيمه وكيدوز ناس وحدين اخرين وكيستافدوا منه. كنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، الى اللقاء.